كنا بنقول خلاص مفيش ويب فورم يعني فيها شغل غير لو كان عرض، لازم يكون فيها فورم صح، فورم اليوزر بينتراكت معاك. طالما ان اليوزر بينتراكت معاك يبقى يوزر، يبقى يخرب الدنيا خلاص. طالما في كنترول على الشاشه يبقى لازم يكون في فاليديشن على الكنترولز عشان تتحقق ان الايه، ان البيانات اللي داخله الى حد ما صحيحه. تمام خلاص. الفاليديشن اللي موجوده جوه الاي اس بي دوت نت ديت فاليديشن كلاينت كود، يعني بتجنريت وتطلع كلاينت كود عشان اليوزر ما يدوس على الزرار فيروح على السيرفر فيقول لا والله ده في غلطه، فيرجع تاني يقول له لا ده في غلطه. لا هي قايمه عشان تبقى جافا سكريبت كلها، بحيث لما يجي يدوس على طول هو واقف على الكلاينت على طول يقول له في غلطه هنا، يزود هنا يشيل هنا على طول. خلاص. طبعا في فاليديشن اقوى من دي كتير، طبعا في كنترولز نازله جاهزه كتير، لكن دي الفاليديشن الاساسيه. لو نزلنا مثلا على سبيل المثال تكست بوكس، خلاص تحت تكست بوكس ديت حطيت بطن، سميت البطن ده مثلا تيست خلاص. كل اللي عايز اعمله في تيست ده ان هو يطبع حاجه على الشاشه بس مش اكتر خلاص. ريسبونس دوت رايت، طبعا المفروض تبقى مش يطبع، المفروض ده بقى اكواد بقى وبيروح الداتابيز وبيعمل عمليات وقصص. انا بس مجرد ان انا اشوف بس الفكره، ان انا اقول له ايه ان هو بس يقول انا كليكت، او انا يعني طبعا مقصود بيها ان انا رحت على السيرفر والكود اتنفذ وترددت عليك. نيجي نبص على الشاشه البسيطه دي طبعا بدون اي مشكله، نبص على تيست هيقول لي ايه تدوست ويروح يعمل عمليات ويروح على السيرفر ويرجع. افترضنا انا مش هينفع اخليه يدوس على الزر لما يدخل اسمه مثلا او يدخل حاجه، لازم يكون دخلها. فهمتوا الفكره؟ اول نقطه لازم يدخل القيم الاول عشان اقدر اشتغل عليها، لكن هو يدوس على الزر كده المفروض يقول لا دخل القيم الاول عشان اقدر ايه، عشان اقدر يعني انت ما دخلتش قيم في الشاشه بتدوس على الزر ليه؟ دي الفكره الاولانيه خلاص. اول فاليديتور هنشوفه الفاليديشن اللي عندنا حاجه اسمها required field validator، required field validator معناه ان الحقل ده اجباري ولابد من ادخال قيمه فيه، ولابد من ادخال قيمه ايه فيه. هو منزل كده، منزل required field validator، مش معنى نزلته جنب التكست بوكس ما ان فهم ان التكست بوكس هو عمل، لا طبعا خلاص. لكن انا لازم اقول له انت required field validator بتشتغل على التكست بوكس ده، لان ممكن يكون عندي تكست بوكس واثنين وثلاثه، او ممكن يكون عندي مثلا غيره، ممكن يكون مثلا عندي دروب داون ليست مثلا فيها مثلا مجموعه من السيتيز مثلا على سبيل المثال، يعني اقول له مثلا هنا ايه سيلكت السيتي خلاص، انت قايل له جيزه، انت قايل له كايرو، اليكس الى اخره ماشي. ممكن عندك تكست بوكس ثاني وتكست بوكس ثالث والى اخره، فانا لازم اقول له انت ريكوايرد فيلد فاليديتور بتشتغل على انه كنترول من الكنترولز اللي موجوده خلاص. فرحت كده على البروبرتيز بتاعته، يا ريت يعني نركز في البروبرتيز بتاعته، ان في بروبرتيز مشتركه كلها مبنيه من بعض، كلهم تقريبا معظمهم مشترك، خواص مشتركه خلاص. زي ايه؟ طبعا زي خصائص الباك كلر والبوردر كلر والبوردر ستايل والبوردر ويث والكلام ده كله، وخصائص الديسبلاي بتاعته هي في خاصيه مهمه جدا اسمها ايرور مسج. ايرور مسج ديت اللي هي رساله الغلط اللي هتطلع في حاله انه ما دخلش قيمه، يعني لو ما دخلش قيمه تقول له دخل قيمه، هتقول له دخل قيمه فين بقى؟ في الايرور مسج خلاص كده. اقول له مثلا ايه بليز رايت خلاص كده، يبقى دي ايرور مسج. بس هتطلع امتى بقى؟ طبعا الفونت والكلام ده كله مش هتكلم عليه. طب والتكست؟ التكست زي الايرور مسج بالظبط، بس في اختلاف وحيد بس مش هيبان دلوقتي، هاجله كمان شويه خلاص. لكن هو زي التكست بالظبط، يعني انت لو شلتها هنا وكتبتها هنا هتلاقيها تطلع نفس المنظر
اللي يهمني بقى الخاصيه المهمه قوي، اللي خاصيه اسمها كلاينت كنترول تو فاليديت. كنترول تو فاليديت اسمها كنترول تو فاليديت، اللي هو معناها الكنترول اللي هتحقق من صحته. افتح كده قال انت عندك تكست بوكس 1 وعندك دروب داون ليست 1، الشارع مين؟ قلت له الشارع مين؟ على تكست بوكس 1. طبعا بقيت الخواص كلها خصائص انيبل ومش عارف ايه وتول تيب وكلام كله ويتس وهايت وكلام بسيط، ملوش دعوه بالفاليديشن خالص. خلاص سيف، وتعالى نشوف كده الوضع بعد ما ضفنا الكنترول ده بوس انتر، يبقى ريكوست جديد. ادي الدروب داون ليست وادي مين؟ تكست بوكس. تعالى ندوس على الزرار، خد بالك هل بيعمل لودنج هنا ولا لا؟ لما ادوس على تيست ضرب. مالوش دعوه بالسكريبت مانجر، وانا شغال جي كويري ولا شغال ايرور. بس عشان بس في الفيديو يتسجل يعني، عشان برضه لو حد وقع في المشكله. قلنا لما ضرب مننا رحنا جوه ملف الويب دوت كونفج وزودنا الاب سيتنجز ديت، قلنا اد كي، والكي كان هو عباره عن فاليديشن سيتنجز، ان احنا بس بنديله ان هو في سيتنجز مش مظبوطه فاحنا ادينا له نن، بس مش اكتر من كده. بس في سيتنج مش مظبوطه، في مود في الفاليديشن بتاعتك مش ايه؟ مش مظبوط، فهو قال لك تقريبا ده يعني بيبقى حاجه مش مظبوطه، فضيف ضيف الفاليديشن ديت الفاليو بتاعتها نن عشان ما تشغلش الحاجه اللي يعني. هو المفروض اقول لك انا ابسطها اكتر، المفروض الفاليديشن دايم على جافا سكريبت. في مكتبه اسمها جي كويري، مكتبه الجي كويري ديت خلاص هي برضه قايمه على جافا سكريبت، بس برضه بيبقى ليها خصوصيه شويه، بيبقى ليها ايه؟ خصوصيه شويه. فممكن يكون ممكن ده برضه لسه استنتاج مني لان انا وقعت في الخطا ده لسه بقع فيه. فممكن يكون طبعا الناس كلها تشتغل من غير السطرين اللي كاتبهم دول، معظم الناس هتشتغل عندها، بس لو حصل عندك مشكله زود الايه؟ زود السطرين دول. خلاص؟ فممكن يكون في 2012 عايزين يقلبوا الحاجات دي او يقلبوا الفاليديشن الى ايه؟ تشتغل باسلوب الجي كويري. فاهمين الفكره؟ مدينه ايه؟ اوبشن ان هو يشتغل بحاجات الجي كويري. فالسيتنج اللي احنا حاطينها دي بتمنع ان هو يشتغل بالاسلوب بتاع الايه؟ الجي كويري، فبيضطر يتغلب ان هو يشتغل بالاسلوب بتاع الجافا سكريبت عادي. فكان برضه المفروض حتى لو شغال جي كويري يشتغل، بس ممكن يكون في حاجه هي عامله ايه؟ الكلمه اللي بعد كلمه فاليديشن سيتنج دي انجليزي؟ يعني الو بوتوروزي يعني في يعني الخطا اللي عارف ممكن تكون سيتنج دي حطوها جديده يعني بعد ما مايكروسوفت حطها جديد بعد ما الخطا نزل اصلا وبقى موجود في الفيرجن، عشان كده سموه كده. ممكن يكون عملوه كده فمسمين ان هو ايه تصحيح خطا غير ملحوظ، بس فالسيتنج دي لما تكون موجوده بيمنعوا الخطا اللي هو حصل. ما علينا، احنا مش مهمه دي بالنسبه لنا، اللي يهمنا بس لو ضرب منك الفاليديشن حط السطرين دول في ملف الويب دوت كونفج اللي هو الملف المسؤول عن السيتنجز الخاصه بالايه؟ بالسايد كول. ده لو حصل معاك، لكن معظم الناس بتشتغل معاها عادي. خلاص؟ المهم نرجع لموضوعنا، بنخش بقى على الفيش، كنا بنشرح بقى الريكوايرد في الفاليديتور اللي نسيته قلنا اساسا. لما نيجي دلوقتي بقى كنا ما بنكتبش حاجه وندوس تيست هنا، اقول لك المفروض ان التيست ده كان الكود بتاع الزرار ده كان تحتيه كود بيطبع رساله. هنا قال لي ايه؟ طلع لي ايرور وقال لي لو سمحت دخل ايه؟ دخل فاليو. ما رضاش يعدي. الفكره ان هي كلاينت، يعني تاخد بالك ولا في ريفرش بتحصل ولا اي حاجه، لان هو واقف على الكلاينت بجافا سكريبت بتتاكد ان القيمه موجوده. اول ما بكتب مثلا بص علي على طول بيشيل طبعا الخطا بتاع كل جافا سكريبت كلاينت كود، ويبقى متاح لي ان انا ادوس على الزرار. بدوس على الزرار ما برمجناهوش، نبرمجه. احنا شلنا البرمجه، شلنا البرمجه عشان نجرب. ماشي هنقوم ايه؟ على تيست دبل كليك ومال ايه؟ سبونس. صبرا بقى، هو ده اللي جاي، ده اللي جاي. انا لما ادوس المره دي الكود فعلا اشتغل اول مره. طبعا انا مخد ريفريش سايب سايب عشان خاطر عماله تحلو. احنا مش معقول يعني على الانترنت يعني، عشان كده قال لي ايه؟ كليكت و شال ال مفيش عندنا اي مشكله. خلاص لما يبقى فاضي طبعا بيمنعني لغايه ما اكتب حاجه. ده ريكوايرد. الريكوايرد في فاليديتور ما بيعملش حاجه غير كده، بالاضافه الى بلس حاجه واحده بس، في حاجه واحده ثانيه ممكن يعملها. ايه هي؟ افترضنا كنترول زي الكنترول اللي بيبقى شايل اكتر من القيمه دي، ده بيبقى كاتب لك مثلا سيلكت سيتي مثلا، بس انت المفروض ما تسيبش السيتي كده، يعني المفروض تختار سيتي. يعني ده
يعني واحده من دول مش دي صح. يعني يعني بتكلم على الكنترولز اللي فيها ديفولت او انيشال فاليو المفروض تتغير انيشال فاليو، بس المفروض تختار حاجه غير الانيشال فاليو اللي موجوده. برضو ريكورد فيلد فاليديتور بيقدر يدخل في الحته دي ومعمل ايه وجاي قايل له واقفين مثلا كده ومنزل التول بوكس من المجموعه بتاعه فاليديشن او منزل ايه ريكورد فيلد فاليديتور خلاص، وانا هكتبه في الايرور مسج هنا سيلكت سيتي اختار لك بلد وكنترول تو فاليديت اللي هي الدروب داون ليست. فاضل لي بس ان انا اقول له الانيشال فاليو يا كلمه سيلكت سيتي دي لازم يختار غيرها. هو في الحاله دي كده هيوافق يعني، هو كده هو كده الكود هيشتغل معاك ايه يعني هيشتغل معاك يقول لك كده كده اوريدي مليانه فمش هينفع بالظبط كده يعني، هو كده بيشوفها ان هي فيها بيانات يقول لي دخل بيانات، دخلت بيانات اما اجي ادوس مش هيقول لي خلي الثاني تدخل بيانات لانه هيفترض ان كلمه سيلكت سيتي دي بيانات، فلازم اقول له اختار حاجه غير دي لان دي قيمه مبدئيه المفروض تتغير. طبعا لازم اتاكد ان الكلام ده يعني انا عامل نجمتين وسيلكت سيتي ونجمتين بالظبط، خدها كوبي عشان هي كيس سنسيتيف يعني ما تعملكش مشكله اهو، معلم عليها كلها كده تاخد منها ايه كوبي عشان تبقى نفس الكلمه. وعايز اقول له نفس الكلمه دي هي بتشتغل على التكست مش على الفاليو بتاع الدروب داون ليست مش فارق. اه بتشتغل على الفاليو خلاص، لا التكست ولا الفاليو على الفاليو صحيح ماشي. اه عشان ما هي الاثنين واحد طيب. خلاص في سيلكت سيتي يعني لو كانت الفاليو وانا كنت بصلها لو ايه؟ لو كانت الفاليو بون كنت بصلها يعني لو كانت كايرو التكست كنت بصلها بالظبط. نجربها؟ لا ماشي بس عشان شفتك بعد اكيد خلاص المهم ايه؟ اقول له انيشال فاليو خلاص، حتى هو كان انيشال فاليو ماشي بس بعتبر انيشال فاليو خلاص، قلت له هي مين؟ النجمتين وسيلكت وسيتي والنجمتين، يبقى معناها ان هو كده فهم ان الانيشال فاليو دي معناها ان دي حاجه هتفاير اختار غيرها، دي حاجه مبدئيه ولازم تختار غيرها. لو جينا عملنا كده ريفرش بقى لما اجي ادوس هنا بقى في له تيست طلع لي بقى قال لي اكتب قيمه وقال لي اختار لك ايه؟ سيتي. لما اجي اختار سيتي شال على طول الايه؟ الايرور. حطيت الايرور تمام وغيرت ودوست تيست بدا يعديني ما عندوش اي مشكله. حلو الريكوايرد خلص الريكوايرد مفيش اي حاجه خالص احمل القصه ايه لا مش عارف.